حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الأكاديمي والباحث السياسي الأستاذ صبحي توما. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية أستاذ صبحي. يعني عندما يحذر مطران السريان الأرثوذكس من عمليات تغيير ديموغرافي في سهل نينوى، ما الذي يخشاه حتى يحذر بهذه اللهجة؟ الذي يخشى هو أنه البقية الباقية من المسيحيين في هذا البلد سيضطرون أيضا للمغادرة في أسوأ الأوضاع، لأنه كل الناس تقول لهم يجب البقاء يجب البقاء، وفي نفس الوقت السلطات لا تتخذ الإجراءات اللازمة لطمأنة من منهم عاد إلى قريته أو مدينته بوجود فصائل مسلحة تريد أن تفرض عليه تغيير ديموغرافي. هذا ما قاله الرجل، وهذا أيضا ما أعتقده. نعم، يعني الحكومة لم تقدم تعهدات أو قدمت تعهدات للعديد من النازحين ولكن لم تنفذ. ما الذي سيتغير بالنسبة للمسيحيين الموجودين في العراق؟ هل الحكومة يعني من الممكن أن تقدم تسهيلات للمسيحيين في العراق أمام ما قدمته لباقي الأطراف من المدنيين الموجودين؟ يجب أن تقدم لهم الضمانات والمساعدات إذا تعتقد أنهم مواطنين عراقيين. نعم. ولكن قبل كل شيء يجب أن يعاد صياغة الدستور لحماية كل العراقيين مهما كان انتمائهم. نعم. والسلطات في الدول الكبرى قادرة على الضغط على الحكومة العراقية التي تستجدي العون والمليارات. يجب أن يقولوا لهم إذا لم تضمنوا حقوق كافة المواطنين لن تتوفر المساعدات. نعم، يعني المطران تحدث عن تغيير ديموغرافي في سهل نينوى. ما هو شكل هذا التغيير الديموغرافي برأيك؟ وأين يرقع في مركز سهل نينوى؟ العقلية السائدة لدى السياسيين في العراق عقلية متشبعة بالطائفية، والسلطات تغض النظر عن وجود فصائل وميليشيات تنتمي لطائفة مؤيدة للسلطة وتريد أن تستقر في داخل هذه المدن مثل قرقوش وبرطلة والمدن الأخرى في سهل نينوى. وهذا يعني أنه سكان هذه المناطق عجلا أو آجلا سيسافرون، سيتركون المنطقة ويهربون. إذا كان هدف السلطة هو طمأنة الناس، فعلى الأقل يدعو هذه الميليشيات الكف عن هذا السلوك. نعم، يعني في ظل هذه الممارسات التي تجري على المسيحيين في العراق، هل برأيك السلطة تريد فعلا طمأنة المسيحيين أم تريد إخراجهم من البلد ولكن بطريقة غير مباشرة؟ السلطة حاليا بالعراق، هناك رئيس الوزراء يقول وقال حينما تحدث من الموصل أنه سيكون هو الكفيل بضمانة حقوق كافة المواطنين. لكن هذا ليس هذا السلطة فقط، في العراق سلطات متعددة، وفي العراق الآن هنالك طبقة من الفاسدين على كافة المستويات. إذا رئيس الوزراء مخلص لما قاله يجب أن يتخذ إجراءات وإن كان ثمنها السياسي كبير بالنسبة له، لكن إذا لا يتخذ إجراءات بهذا الشأن فلا مستقبل له. نعم، الأستاذ صبحي توما الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من باريس عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.